حمدي هيحصل معاه ايه في التحيات النيابه الزمالك بيعترض على عقوبه احمد حسام ميدو المدير الفني ومحمد ابراهيم اللاعب ميدو توقف ماتشين ومحمد ابراهيم اربع ماتشات محمد ابراهيم اربع ماتشات انا مش عارف محمد ابراهيم عمل ايه بصراحه يعني محمد ابراهيم اتطرد وخرج هل قال الفاظ وهو خارج شتم حد قال حاجه تقرير الحكم اكيد ادامه وقف اربع ماتشات يبقى تقرير الحكم ومراقب المباراه في حاجه محمد ابراهيم عملها بالنسبه لميدو ميدو تم عقابه على اساس ان هو نزل ارض الملعب ويعني وجه الفاظ لعاشور الأدم وهو واقع بس موضوع محمد ابراهيم ده انا مش عارف يعني تقرير الحكم كتب ايه بس اكيد تقرير الحكم كتب اللي يدينه اللي يدين محمد ابراهيم على أساس ان هو توقف اربع ماتشات وبرده تم ايقاف حماده انور المدير الاداري مباراه او تغريم تغريم حمد انور مباراة لا مش مباراة تغريمه 5000 جنيه لنزوله ارض الملعب وكابتن عبد الرحيم محمد برضه تغريمه 5000 جنيه لنزوله الملعب تعالوا اقول لكم بس قرارات لجنة المسابقات في ماتش الزمالك والمصري ايقاف محمد ابراهيم اربع ماتشات وغرامة ألف جنيه ايقاف احمد حسام ميدو مدير الفني للزمالك ماتشين وغرامة ألف جنيه بسبب نزوله الملعب وكاتبين في في العقوبه لما بدر منه يعني بسبب تصرفه اكيد مع الادهم وتغريم عبد الرحيم محمد كابتن عبد الرحيم محمد المدرب العام نادي الزمالك 5000 جنيه وكابتن حماده انور المدير الاداري 5000 جنيه أه مش عارف انا شايف محمد ابراهيم يعني ممكن يكون قال حاجه وهو خارج ولكن مش عارف الحكم سمعه ازاي او تقرير المراقب سمعه ازاي انا شايف ان هي عقوبه كبيره على محمد ابراهيم يعني انا لو حكم المباراه وطردته في المباراه انذارين بمباراه واحده عايز اقول حق عايز اعمل عقوبه مثلا مضاعفه يبقى ماتشين لكن اربع ماتشات انا شايف ان هي بدون داعي لمحمد ابراهيم مش عارف محمد ابراهيم عمل ايه هو خارج شاطئ الازازه من دي حاجه عاديه جدا انا بشوف لعيبه تصرفاتهم بتبقى اكبر من كده وبيبقى العقوبه مش مش اربع ماتشات مش عارف بصراحه ايه القصه لكن تقرير الحكم وتقرير المراقب اكيد في حاجه بالدين محمد ابراهيم بالنسبه لميدو ميدو عشان نزل الملعب واتكلم او قال يعني حاجه ضد عاشور الادم وهو واقع وده طبيعي مطشين كابتن عبد الرحيم محمد وكابتن حماده انور 5000 جنيه بسبب نزولهم الملعب واتمنى اتمنى ان لجنه المسابقات تغرم يعني كل الناس اللي بتعمل نفس المواقف دي ما يبقاش الزمالك بس انا دايما بقول الكلام ده اللي انا بشوف دايما ان الزمالك هو الوحيد اللي بيتعاقب بالشكل ده الانديه الاخرى لما بيحصل مشاكل ما بشوفش العقوبات دي والايقافات القويه دي والغرامات والكلام ده مش بيبقى بنفس القدر لكن انا شايف ان هم على الزمالك مركزين قوي وفي نفس الوقت الفرق الاخرى ما في نفس التركيز ده فاتمنى هنشوف الفتره اللي جايه هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل لو في حاجه مشابهه حصلت للي حصل من الجهاز الفني نادي الزمالك وما اتاخدش فيها قرار دي هتبقى مشكله ومش يعني مش مش هنفوت الحاجات دي بالنسبه للجنه المسابقات ولكن لجنه المسابقات برضه عشان نبقى منصفين معاهم انا عاجبني ان هم في حسم وفي حزم حسم وحزم عشان ما تتكررش الحاجات دي تاني ما نشوفش أجهزة فنية أخرى أو لاعبين أخرين بيعملوا الحاجات دي، وأنا ده اللي كنت بطالب بيه من بداية الموسم، اللي يغلط يتعاقب، اللي يغلط يتعاقب، فأنا مبسوط برضه يعني مش مش هضحك عليكم وأقول لكم آه لا أنا يعني بهاجم لجنة المسابقات وخلاص عشان الزمالك، لا، أنا مبسوط إن يبقى فيه قرارات ولكن القرارات تبقى على الكل. والعقوبات على الكل على كل من يخطا بالخطا المشابه او المماثل اللي حصل من نادي الزمالك او من الاجهزه الفنيه او من محمد ابراهيم او كذا او كذا لكن محمد ابراهيم بصراحه انا مش عارف العقوبه اربع ماتشات ليه بالظبط مش عارف هو قال ايه ممكن يكون قال حاجه احنا ما سمعناهاش في التلفزيون مراقب المباراه سمعها حكم المباراه سمعها فطبعا يعني هحاول اشوف حد من لجنه المسابقات ولكن اتمنى ان يكون العقاب لكل المخطئين بنفس القدر وبقول لكم اهو تاني انا مبسوط ان في عقوبات بتحصل عشان الحاجات دي ما تتكررش تاني بس ده اللي انا عايز اقوله في الموضوع ده طيب آه كنا بنقول قرارات لجنة المسابقات ده بالنسبة لماتش المصري والزمالك مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تغريم كابتن محمد